بتحضري ماتشات بقى، ومين اكتر لاعب يعني هقول كنت بتحبيه كده يعني؟ انا طبعا لا انا بحب كل الاهلي يعني بعد كابتن حشيش انا طبعا لا انا بقول لك لا يعني انا ما كلنا بنحب كل الاهلاويه، بس انا هتلاقيني كده في لاعب بحبه زياده يعني، مش بتحبيه على مستوى الشخصي؟ لا انا عارف لا طبعا بتحبيه ده موضوع تاني على المستوى العالمي. مارادونا، انا مارادونا عشان مارادونا مثلا مش زيي لا لا خالص كان طفره لا 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 بص بياخد الكوره من الجول للجول، هو ستايله كمان ستايله اللي جاب اللي ده جميل ماشي. عالميا مارادونا، في اجيال الاهلي حتى لو عايزه القديمه مين يعني؟ هقول لك مين ولا مين ولا مين؟ اختاري واحد يعني. يعني عندك الكابتن الخطيب طبعا يعني. لا الكابتن الخطيب ده اسطوره. أيوة لا يعني الكابتن الخطيب زي عادل امام كده. أيوة. زي يعني ده اسطوره كلنا. أيوة. وكابتن حسن شحاته طبعا. صحيح. مش هو زملكاوي ولكن الحق طبعا الحق يعني الاجيال دي طبعا عظام كلهم. صحيح. لكن عندك مثلا عماد متعب ذكي. هو مش طويل. ولكن كان بيدخل اجوان ويبقى عارف هو هيقف فين وهيشوط ازاي. موهبة. لا موهبة انه عارف مكانه يتوقع الكرة هتيجي كده ازاي. احنا بينقصنا ده شوية، لسه محتاجين التدريب على ده، ودي طبعا مهارة فردية. عندك بركات لما كان بيلعب في الاسماعيلي وبعد كده جالنا. أيوة أيوة. من اللعيبه وكان احتياطي احمد حسن وبعد كده طبعا. لا انا بحب الكوره. أيوة. وبحب الاهلي ده موضوع تاني طبعا. لا وليد سليمان بيخش اخر حتى في الاواخر لما موسيماني ابتدى يعني يخليه يبقى في الاخر وخلاه يعتزل بدري قوي، ما كانش لازم يعتزل، كان بينزل الربع ساعه يقلب الماتش اللي قفشه بيعمله دلوقتي. يعني امام عاشور كوكا عمل شغل شوبير بقى دلوقتي ان شاء الله يعني مش بس على المستوى الاهلي، على مستوى هنعرف منها دلوقتي تشكيل الماتش الجاي. شكلها كده بس بص قبل التشكيل على توقعاتكم بالماتش. أيوة. بس خلينا نشوف التوقعات، ولسه عندنا طبعا اسئله كتير. نروح فاصل سريع جدا عشان ده فاصل اعلاني بقى. تمام. اعلانات شغاله. أيوة. طبعا.